السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في سوق الحد في الوكالة هنتفرج مع بعض على الستاند مليان حاجات. أي بوكليت ب50 جنيه. الأشكال هناك حلوة وتختاري اللي يعجبك، يعني فيها أشكال تحفة هناك، في السيموني والأورنج والبرتقاني والموف والرمادي والبني. البني اللي عليه الفروي ده حلو قوي، يعني ينفع بنوتة صغيرة كده يعني في جامعة بس جسمها يكون رفيع يبقى حلو عليها. احنا نتفرج على بعض من الستاند اهو، الالوانات كلها النبيتي والاحمر والموف والاخضر. كمها واسع، البرزة دي حلوة قوي، الستايل بتاعها حلو، ودي كمان تنفع السواري يعني ممكن تلبسها اخر النهار. ودي الاورنج، اورنج في اسود، ودي رمادي مفتوحة من قدام، وده بني. الاسود في ابيض دي تحفة، اسمتها حلوة قوي. ودي كمان مدي على اخضر شوية، والفوشيا والابيض والاسود، اسود في ابيض دي حلوة جميلة. ده جاكت كده بزرار مفتوح، وده نفس النظام. ده سيموني، ودي الازرق بتاعها، والكحلي حلو قوي، الكحلي بتاعها جميل. والبلوزه اللبني الاصفر دي تحفه، الاصفر بتاعها، والبني كمان، والاسود يعني فيها المفتوح من ورا بزراير وفي المقفول. الاشكال هناك بصراحه يعني بتحتاري تختاري ايه ولا ايه ولا ايه. والاخضر والاحمر تحفه، يعني الستاند كله مليان حاجات حلوه. اي حاجه ب50 جنيه. الاستاذ احمد ده واقف عند زكا السمك في اول شارع زكا السمك كده، واقف في كذا ستاند كده فيها اشكال جميله، يعني فيها كذا شكل كده تختاري منه اللي انت عاوزاه. والموف ده حلو، والرمادي والاسود والابيض، الابيض دي حلوه مفتوحه من قدام بزراير، والسيموني الاسود في ابيض دي حلو كمان، حلوه كمان. ودي احمر، احمر حلو بتاعها، والاسود اسود فرصاصي دي حلوه قوي، دي عامله زي السواري مخرمه كده بس تحتاج بادي تحتيها، حلوه تنفع بنوته صغيره كده تبقى جميله عليها قوي، ممكن على بنطلون تبقى تحفه بس عاوزه مقاس صغير حد رفيع. البني والاورنج والاصفر، الاصفر اللي جايه دي حلوه قوي جميلة، قصتها من ورا طويلة من ورا وطويلة من قدام، طويلة من ورا وقصيرة من قدام. والرسمة من عند الرقبة من فوق حلوة يعني، والنبيتي دي حلوة قوي، قصتها من ورا جاية من 7 كده بالزراير من قدام تحفة. اي حاجة ب50 جنيه، يعني تنقي اللي يعجبك احسن. يعني انت لو تشتري من برا هتشتري من برا غالية قوي. والزيت دي حلوه اللي هي عامله زي هاف بول ديت برقبه من فوق دي تحفه. والفوشيا والاسود، يعني الالوانات كلها حلوه بصراحه. تختاري ايه ولا ايه ولا ايه. واللبن ده حلو، ممكن تلبسه تحت الجاكيت حلو تبقى على بنطلون. الاسود في ابيض، يعني الالوانات كلها تحفه كتيره، دي تحفه 50. دي جميلة، البوكلت ده ب50 جنيه.
البلوزة دي شكلها تحفة، من ورا القصة بتاعتها حلوة قوي، ب50 جنيه. اي بكلوت بكلوت، والبلوزة دي جميلة ب50. اي بكلوت على الستاند ب50 جنيه. هنبص على بقى، اي بكلوت ب50 جنيه. بلوزات تحفة قوي، ودي جميلة، الاورنج في الابيض دي تحفة، حلو، ممكن تلبسها تحت الجاكيت، تلبسها لوحديها. بصراحة هي الوكالة فيها حاجات حلوة كتير، يعني ستاند مليان، فيها اشكال كتير حلوة، وانتي بقى بتختاري زي ما انتي عاوزة. اي بوكلت ب50 جنيه. والله انتي لو تشتري من برا تشتري بحاجة يعني باكتر من كده، يعني الاسعار هناك كويسة اوي. والاورنج والاصفر دول جمال، يعني الرسمة بتاعتها من ورا حلوة ومن قدام، والتركواز حلو، الاسود، في الوانات كتير، يعني تختاري اللي انتي عاوزاه. هنا الاستاذ احمد ده واقف عند زكي السماك، في اول شارع زكي السماك كده، والاستاذ احمد واقف هناك. اي بوكلت، اي بوكلت ب50 جنيه، يعني اي بوكلت ب50 جنيه. البوكلت الواناته تحفه قوي، السيموني والنبيتي والرمادي، يعني هناك الوانات كتير حلوه، تختاري اللي انت عاوزاه. واللي هناك الاسعار كويسه، اي بوكلت ب50 جنيه. لما تلبسيها تحت الجاكيت ممكن تلبسيها لوحديها، ممكن تلبسيها على الجيبه يعني، والموف كمان، والبرتقاني، يعني الواناتهم تحفه، والاخضر والرمادي ده حلو، والرصاصي ده حلو، بصراحه اشكالهم كلهم تحفه، يعني فيها اشكال كتير قوي على الستاند، بتختاري اللي يعجبك. واي بوكلت عنده ب50 جنيه، هو واقف قدام زكي يعني اول شارع زكي السماك. البوكلت البرتقاني والاسود والرمادي، بصراحه الالوان كلها على الستاند جميله. والاستاذ احمد ده واقف قدام زكي السماك بالظبط، يعني في اول الشارع كده هتلاقي في الاستاذ احمد واقف هناك. البلوزه دي حلوه قوي، هو بيعتبر نص كده، بتلبسها تحت الجاكيت بتبقى تحفه عليك. والصفرة الاصفر دي جميله تحفه، الاصفر بتاعها حلوه قوي، الالوان بتاعتها حلوه، والابيض والاحمر والاورنج والموف، الموف دي حلوه قوي. ياريت بقى لو عجبكم الفيديو شير ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسود، كحلي، ابيض، احمر، طلع فند، كل حد جيب لنا واحده، ضايق عليه من هنا وهو اتقال هي من هناك. انت مش عليك يا عم، على Thank you.